دكتورة ياسمين معالي الوزيرة، ملف البيئة في مصر والتنسيق مع وزارة الهجرة خاصة في دمج الشباب اللي بيدرس في الخارج ببلده هنا، احنا النهاردة في محمية وادي دجلة، لو حضرتك تكلمينا أكتر عنها وإزاي الشباب النهاردة استفادوا، كنت سامعة حضرتك بتشرحي لهم دلوقتي، يعني عايزة أعرف برضو التفاعل كان عامل إزاي؟ طبعا احنا موضوع تطوير المحميات الطبيعية هو جزء مهم جدا في عمل وزارة البيئة. وزارة البيئة مش حد من تلوث ومشكلات خاصة بالمخلفات، يمكن بدعم القيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما عرضنا استراتيجية قطاع البيئة وليس الوزارة فقط، تكلمنا على الحد من تلوث وهي مشكلات الماضي اللي بنحاول ان احنا نحلها، ولكن على نفس قدم السرعة نتكلم على الحفاظ على الموارد الطبيعية. المحميات الطبيعية هو ده النموذج الحي اللي شبابنا جوه مصر وبره مصر يقدروا يشوفوا. يعني ايه الحفاظ على الموارد الطبيعية؟ يعني انا احافظ على المحمية واخليها زي ما هي، احافظ على انواع النباتات، انواع الكائنات البحرية، انواع الحفريات. لا، الفكر ده اتغير دلوقتي، الفكر ده اتغير من سنتين، قعدنا نشتغل على 4 محاور موجودين في كل المحميات الطبيعية. دجلة هي نموذج لده، ان انت ازاي تعملي بنية تحتية، ازاي تخلي الجمعيات الاهلية والمجتمع المحلي يقدر ان هو يبقى جزء من هذه المحمية ويشارك بانشطة فيها. اليوم النهاردة من بداية النشاط بتاعة العجل لغاية النشاط بتاع الاسئلة اللي بنسألها لهم على الموارد الطبيعية والنباتات والكائنات والجوائز اللي بنعملها النهاردة، الجزء بتاع الغداء، الجزء بتاع الاداء بتاع المجتمع المحلي اللي جايبينهم النهاردة من سيناء عشان يوروهم ازاي ان مصر برغم التنوع الثقافي وتنوع الموارد الطبيعية، لكن عشان احنا مختلفين في أكلنا وفي شربنا وفي لبسنا وفي عاداتنا، هو ده سر ان احنا بنتجمع. دي فكرة المحمية. ففكرة المحمية مش انك تخلي الحاجة وتقفلي عليها، يبقى الكل مشارك. بنعمل ده الحقيقة للشباب سواء جوه مصر من خلال التعاون مع وزارة الشباب والرياضة في المحميات المختلفة، أو من خلال وزارة الهجرة، يمكن ده تاني تعاون مع معالي وزيرة الهجرة. السنة اللي فاتت قبل كورونا رحنا راس محمد ورينا الشباب اللي قاعدين في مصر واللي جم في أجازة إزاي الأنشطة البحرية بتتم في محمية راس محمد. فكرة إن أنت النهاردة عشان تحافظي على البيئة مش هنقول شعارات ومش هنقول رسائل، وإحنا بنقول لأولادنا حافظوا على مواردكم الطبيعية، لازم يشوفونا إحنا بنعمل ده ولازم يبقوا جزء من مشاركتهم لينا، عشان مش عشان صورة مصر برة فقط، لكن لأن الولاد دي هترجع هنا تاني وهتشتغل في البلد دي، فلازم تحس إن الحكومة بتبذل مجهود وبتبدأ بنفسها إنها بتحافظ على الموارد الطبيعية عشان تخليها لهم.